نشيد الوطني. إذا النشيد الوطني المغربي مباشرة من مستشفى مولاي إسماعيل بكناس. إذا حب الأوطان دائما يجمعنا، حب الأوطان من الإيمان. شعار الله الوطن الملك. كنا مع النشيد الوطني المغربي مباشرة من مستشفى مولاي إسماعيل. إذا يوم إن شاء الله افتتاح هذه الأوراس، إن شاء الله تكون أوراس كبرى بإذن الله في هذه الساحة، في هذا الفضاء التربوي الرائع في هذه المستشفى، مستشفى مولاي إسماعيل. الله عليك بلادي، دائما البيئة هي الحياة. تفضل الإخوة الكاملين معنا، تفضلوا جزيكم بخير. إذا انطلاقة رسمية للسيد مدير المستشفى، بداية موفقة إن شاء الله. السي مدخان كذلك يعطينا انطلاقة رسمية كرئيس للفيدرالية. تفضل السي مدخان. إخوان مديرين بكم كاملين. انطلاقة موفقة إن شاء الله. الجمعيات المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين. أولا كنشكر مدير مؤسسة مولاي إسماعيل على هذه الأيام، العمل القيم، العمل الشاطر، يعني روح جمعوية. كنشكر وكنشكر كل رؤساء الجمعيات اللي حضروا معنا في هذا العمل الإنساني اللي كنعتبروه تابع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كيهدف لها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وكنتمناو هذا العام إن شاء الله نشرفوا فيه بتنظيف الحديقة وبإصلاح البائر، وإن شاء الله بالغرس والأشجار. كنا غنديروا يد في يد كل الجمعيات اللي حاضرين معنا. كنشكركم كل واحد باسمي وبقيمتي ومكانتي، وكنتمنى التوفيق بصفتي رئيسة منظمة أريليسكو. إن شاء الله حتى حنا غنكونوا معكم إن شاء الله كالعادة وفي أي جمعة، في الجمعة ومدينة مكناس. وكنتمنى التوفيق، وكنشكر كذلك المندوب وتجديد الشكر لكل الجمعيات وللسيد المدير، وشكرا. أنا شكرا لك يا استاذتي على هذه الكلمة. هذه المرضى كل هذا تحت الإشراف السيد مدير المؤسسة وكذا رئيس الفيدرالية. إنه العمل التطوعي هنا بالعاصمة الإسماعيلية بكناس، وبالضبط إذا في هذا الفضاء الذي يحمل اسم الدولة العلوية مولاي إسماعيل. موفقون إن شاء الله. دائما نشتغل كخلية النحل. إذن صورة تلكية مع السيدة مدير المستشفى والطاقم الطبي هنا بالمستشفى، مستشفى مولاي إسماعيل. لنا يوم مليء بامتياز بطلقة رسمية بمعية إدارية الصحة هنا بالعاصمة الإسماعيلية بكناس، يدنا في يد من أجل تحسين جودة المؤسسات الصحية المستشفيات.